صباح جديد متواصل معكم مشاهدينا في أولى فقراتنا اليوم. تحية لكل اللي بيتابعونا، تحية للإخوة في الكنترول لاختيار اللحن الجميل. حنذهب مباشرة مشاهدينا إلى أولى فقراتنا اليوم المتعلقة بالتبادل الثقافي الفكري النمائي للسودان من خلال واحدة من الشركات ممكن هي بتعمل في مجال جميل جدا وجمال مختلف جدا بينعم التنمية في كل البلاد. وفي فكرة جميلة جدا إنه هذه الشركات الموجودة بأسبانيا إنها تعمل في ذات المجال هنا في الخرطوم وتعمل لتطوير التنمية في السودان. سعيدة جدا مشاهدينا الكرام عبر هذا الصباح إنه يكون ضيفي الباش مهندس عماد الدين مدسر وهو المدير العام للمجموعة الأسبانية. أنا سعيدة به في هذا الصباح وبقول لك صباح الخير. مرحبا بكم. مرحبا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافه. دائما نبدا حديثنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد جدا اكون موجود في هذه القناه العظيمه، ويعني شرف عظيم لنا، ونحن ما حضرنا الا لتقديم كل الخدمات وكل الخبرات الموجوده عندنا في اوروبا وفي اسبانيا لهذا الوطن العظيم. دائما احنا بنقول العقول المهاجره، الكفاءات المهاجره، لابد من يعني دعم المراحل المختلفة الآن في السودان، التغيير الكبير الحاصل في السودان، تأسيس للبنية التحتية في كل المجالات. وأنا أفتكر أنك أنت داعم جدا للفكرة دي من خلال يعني الغربة الطويلة اللي تعلمت منها. 38 عام أنت موجود في أوروبا، في أسبانيا تحديدا. وأسست مجموعة من الشركات، ثلاثة شركات، إحداها حتكون في الخرطوم بإذن الله تعالى. لكن في البداية خلينا نتكلم عن فكرة التبادل الثقافي الفكري في الخرطوم من خلال افتتاح نادي أسباني في الخرطوم. طيب، الحقيقة الفكرة هي نشأت اللي هي المجموعة الأسبانية وشركة يوروبان غلف والتريدنج انفستمنت أوروبا الخليج تجارة الاستثمار، عملنا شراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. يا سلام. عملنا شراكة على أساس يكون في تبادل ثقافي أكاديمي بين هذه الجامعة والجامعات الأسبانية. بجانب كده تدريس اللغة الأسبانية كل مصطلحات يعني الخاصة باللغة الأسبانية، وبدينا في تدريس اللغة الأسبانية وعملنا كورسين من اللغة الأسبانية. حتى كان في بعض الكورسات أونلاين من جامعة ميامي في فلوريدا. نعم. يا سلام. نعم. دي حاجة جميلة جدا. أنا داير أعرف برضو يعني الفكرة بين إنه يكون في نادي هنا، كيف لقيت التجاوب يعني بإنه يكون في نادي ويكون في تبادل بينه وبين الجامعة المفتوحة؟ وأكيد في معيقات وفي معينات في ذلك. والله أنا حقيقة أول حاجة أشكر السيد مدير الجامعة الدكتور يعني أخونا طه، يعني رجل إداري طيب جدا، وأخونا دكتور أبو بكر، والمسؤول الإعلامي أخونا شريف محمد الحسن، قدموا لنا كل الخدمات، والإدارة هي من أفضل الإدارات احنا قابلناها حقيقة، فاستوعبوا الفكرة. الحقيقة فيها فائدة للسودان وفيها الفائدة للجامعة ولتبادل الثقافي والأكاديمي بين الدولتين هذه. صحيح. نعم. طيب أنا يعني عرفت إنك أنت ما شاء الله تبارك الله 38 عام في إسبانيا. نعم. أكيد في إضافات، يعني في تطوير في يعني في الحياة الدار يقدمها الإنسان، سواء كان من البداية. قاعد أقول دائما الإنسان بيبدأ بتطوير ذاته بنفسه. نعم. عشان يقدر يخدم المجتمع. نعم. كلمنا عن التجربة تحت الغربة دي. والله الحقيقة كانت تجربة عظيمة، لأنه نحن مشينا لبيئة تختلف عن طبايعنا ونحن كمسلمين وكسودانيين. صحيح. لكن في النهاية أنجزنا، تعلمنا لغتهم، درسنا بها الجامعة، عملنا سمعة طيبة جدا للسودان، للشعب السوداني، وحاولنا نحن بدل ما نحن نتأثر بطبايعهم أخذنا منهم المفيد، وحاولنا نوريهم قيم ديننا الإسلامي. يعني تنشر ثقافة الدين الإسلامي، وندعوهم بالقيم. نعم. الإسلام. نعم. وكيف العادات والتقاليد، يعني هل هي برضو ممكن الزول يوصلها في دول ممكن تكون زي أسبانيا؟ عاداتنا السودانية. والله الحقيقة مطبخنا السوداني، تفاصيل احتفالنا بالعيد. نعم. العيد. نعم. الأعياد وكذا. نعم. ورينا بعض الزواج. صحيح. ورينا بعض عاداتنا السودانية وكانوا معجبين بها جدا. والحقيقة يعني الناس اللي حوالينا بيعرفوا الثقافة السودانية وبيعجبوا بها، في بعضهم جو زار السودان يعني بعض الأصدقاء وكذا. فنحن عندنا عادات طيبة يعني حقيقة جميلة.
انا لاحظت انه في الفتره الاخيره، معلش دي خارج المحاور، لكن انه بقى يتم التزاوج ما بين السودانيين وبين الجنسيات الاوروبيه. والله طبعا التزاوج ده انا الحقيقه لو سالتني رايي انا ما بشجع عليه. الانسان يتزوج من بيئته ويتزوج من وطنه عشان ما يكون في فوارق في التفكير. بيكون في يعني انت لانه التنشئه مختلفه والتربيه نعم مختلفه، بيكون في خلافات، لكن طبعا الراي بيختلف. في ناس بيفضلوا طبعا بيحبوا. جميل. طيب في النهايه قدر اقدر. صحيح. نعم. صحيح. طيب انا قبل يعني اتكلمت عن النشاط بتاع المجموعه، عرفت ان هي بتعمل على حاجات وتفاصيل كثيره جدا. نعم. المسح الجيولوجي. نعم. بالنسبه للذهب والبترول، التفاصيل المتعلقه بالدواجن الماشيه كده، نتكلم اكثر وحنشوف الفائده اللي ممكن تعم البلاد السودانيه من هذا المشروع. والله الحقيقه نحن جايبين مسح جيولوجي للذهب والبترول متقدم ما دخل السودان. تمام. عندنا طائرات خاصه اسمها بتشتغل برادار اسمه M2. يا سلام. نعم. طائرات على ارتفاع 30,000 قدم. يا سلام. بتوريك المنطقه اللي فيها الذهب بالضبط. إذا كان هاي دنسيتي أو لو دنسيتي أو ميديم دنسيتي. بجانب كذا طاقة شمسية متقدمة بتشتغل بنظام البي أو تي. نعم. ممكن نعمل مدن كاملة، دولة كاملة في الطاقة الشمسية. ده برضو ما خش السودان قبل كذا. عندنا تهجين الماشية، الدواجن. نحن أول ما ندخلنا مواد البناء الإسبانية في السودان. يا سلام. وبنصدر بنستورد جلود من السودان. من السودان هنا؟ من الثمانينات. ممتاز. أنا بفتكر إنه ده نشاط كبير، بس داير اهتمام، داير الناس ذاته تفهم طبيعة العمل، التسهيلات اللي ممكن تحصل ما بين يعني لما تكون في شركات خارج السودان، الدعم هنا يتم في تسهيل المشاريع يعني من نعم. من أعلى جهة في الدولة، يعني لازم المشاريع زي دي تلقى الاهتمام والرعاية عشان الزول يقدر يدخل الحاجات دي بفهم أكبر وأوسع. طبعا احنا الأيامات دي بنستمتع بكأس العالم والمباريات الجميلة جدا. صحيح. ودولة قطر أثبتت يعني إنها هي جديرة بالاحترام، جديرة. نعم. بهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، وأسبانيا واحدة من المشاركين. نعم. تكلمنا عن المشاركة، مشاركة أسبانيا. أسبانيا طبعا هي قدمت مباراة طيبة جدا. وأسبانيا مشهورة بالأندية. شجع أسبانيا. أنا شجعت منه في اللقاء الأخير في كأس العالم عموما، شجعت. والله كنت محايد. محايد. الحياد دائما كويس. كويس. اي. وانا كنت بلعب، يمكن افاجئ، كنت بلعب في فريق درجة ثانية في اسبانيا. كنت بتلعب وين؟ في فريق درجة ثانية في اسبانيا. يا سلام. يا كنت سلام. زور رياض يعني. نعم. يا سلام. نعم. طيب حنمشي برضه نتكلم عن يعني الحتة بتاعت نادي الاسباني في اخوكم. اي. والاهتمام بالمشروع ده والترتيبات، يعني انا عرفت انه الافتتاح يوم السبت. يوم السبت ان شاء الله. نعم. نعم. والله يا اخي احنا دعينا مسؤولين، دعينا كل القطاعات لحضور هذا الافتتاح. الحقيقه دي اول افتتاح للتبادل الثقافي الاكاديمي بين هذه الجامعه العظيمه والجامعات الاسبانيه. حتى حيكون في دراسات للماستر للدكتوراه في جامعات اسبانيا. فافتكر دي فرصه طيبه للناس اللي عندهم رغبه ينتموا لهذا النادي. نعم. يكون في عضويه مفتوحه بعد الافتتاح طبعا لكل القطاعات. الانشطه اللي حتكون موجوده شنو يعني غير نحن طبعا عارفين انه النوادي اللي بتكون في الخرطوم دي فيها انشطه مختلفه سواء كان رياضيه، ثقافيه، اجتماعيه. نعم. نحن حنبدا بالتبادل الثقافي والاكاديمي، وحيكون في تبادل ثقافي اكثر تجاري وسياحي والرياضي. يا سلام. نعم. الافتتاح يكون على اساس انه ثقافي واكاديمي، لكن حيتطور وجاهزين للتطور ده يعني. نعم. طيب المشاريع دي طبعا مكلفه جدا. صحيح. يعني انا عمل لي مشروع بتاع نادي. نعم. فيه كل التفاصيل اللي احنا تكلمنا عنها دي تكلفه عاليه. نعم. من وين التكلفه؟ والله في الوقت الحالي بنصرف نحن من مصروفاتنا الخاصه، لكن هي الشيء الطبيعي انه يكون دائما في دعم، يعني يكون في دعم من جهات يعني دي مجالات كلها بتساعد التبادل التجاري الثقافي، يعني بنشط العلاقات بين دوله اسبانيا والسودان. صحيح. نعم. صحيح. ونتمنى يكون في حركه، يعني في حركه. نعم. نعم. اي. نتمنى. طيب. يعني نتمنى يعني الناس تكون كاعضاء في النادي وتدعم النادي. يا سلام. نعم. يا سلام. طيب احنا خلينا نتكلم برضو عن اي مشروع، اي مشروع في الدنيا دي لما يلقى فيه شراكات من جهات اخرى
يعني انا بحس انه هو كده بينمو ويزدهر وبكون عنده مكانته، ما زي لما يكون منفرد. في فكره شراكات للمشروع ده؟ والله احنا جايين بالافكار بتاعت الشراكات دي، اقامه مصانع مثلا لتصنيع الجلود وتطوير المجال ده، لانه الاسباب مبدعين في المجال ده. بدل نصدر الجلود سمي فينيس او شبه مصنعه، يعني مصنعه كاحذيه مثلا وكذا، لانه الاسبان مبدعين في المجال ده. بجانب كذا معلوم نصنع حتى الاجهزه بتاعت الطاقه الشمسيه هنا، لما نصنع نطور الدواجن، مزارع الدواجن، تهجين الماشيه. وافتكر دي مجالات كلها السودان محتاج لها. بجانب كذا انا ما ذكرت لك ان احنا شركاء اكبر شركه مقاولات اسبانيه. يا سلام. نعم. بنت كل الوزارات الاسبانيه. ودي كلها بتخش في المشروع الان في ممكن واحده من الشركات تكون في الخرطوم وتدعم التفاصيل اللي ممكن تنمي البلاد. نعم. نعم نعم، نحن جاهزين دارين رجال اعمال يكون عندهم رغبه واستعداد نخش معهم في شركات. ممتاز ممتاز. نعم. دي حاجه جميله. نعم. انا دائما بشوف انه المشروعات الكبيره دي اكثر الناس مفروض يستفيدوا منها الشباب. الشباب. نعم. طبعا 80% من الشباب هم مستقبل البلاد، يعني ما في كلام. واهتمامنا بالشباب ومشاريع الشباب. نعم. عندكم شنو للشباب؟ والله الشباب اذا قامت بالنسبه للمشاريع النمائيه دي اكيد في اكيد بيكون في تريننج، في يعني خشينا في المجالات المتطوره دي، في المجالات اللي احنا ذكرناها دي من تصنيع جلود الى طاقه شمسيه، بيكون في دورات تدريبيه في اسبانيا. ايوه ممتاز. منح. منح. نعم. ان شاء الله تكون في منح عشان نعمل لهم تريننج وتدريب في دوله اسبانيا. نعم. بالنسبه للغه، طيب يعني انا لما اقوم احاول ادرب شباب او احاول اعمل مشروع زي ده، انا بحتاج لانه برضو اللغه يكون فيها فكره يعني. طيب ما احنا فاتحين الباب، وحسب فتحنا الباب للتسجيل للكورسات الجديده، وعشان هم حتى بياخذوا شهاده من الجامعه. يا سلام. في شهادات بياخذوها من الجامعه العربيه المفتوحه. بالمناسبه الجامعه العربيه المفتوحه موجوده في 9 دول في الوطن العربي. نعم. جامعه ما سهله عملاقه. بجانب كده هي برانش او فرع لجامعة إنجليزية الجامعة العربية المفتوحة في 9 دول. جامعة ما سهلة. نعم. عندها مقدرات ممتازة بتديك يعني شهادتين من إنجلترا ومن من السودان. دي حاجة كويسة شديد يعني. نعم. إنه أنا. نعم. كشاب أو كزول طموح. نعم. ألقى. نعم. فرصة زي دي فيها منحة فيها شهادات وبعد ذلك. نعم. فيها ممكن. نعم. أنا ألقى وظيفة بتاع يعني تدعمني في حياتي وفي مستقبلي. انا يعني سعيده جدا بالحوار ده، ويعني برضو التفاصيل بتاعت انه احنا دائما في المشاريع الكبيره زي دي بتواجهنا صعوبات. فالصعوبات اللي واجهتكم شنو انتم يعني في بوادر هذا المشروع؟ والله نكون صريحين. نكون صريحين، ما في اي مشكله باي صراحه. نحن دارين الوطن ده يمشي للامام، لكن نحن حاولنا نعمل طاقه شمسيه في السودان بنظام البي او تي، وما وجدنا اي يعني ترحيب حقيقة. وعايزين نعمل مسح جيولوجي للذهب والبترول، ما وجدنا ترحيب. بالعكس لقينا معاكسات. وده شيء غريب. السودان في حاجة للأشياء، نكون صريحين عشان نلمي الوطن العظيم ده. أنا قلت السودان ده أعظم دولة في العالم. طبعاً. بموارده. طبعاً. أنا مشيت واحد بكوادره على فكرة. بكوادره. صحيح. مشيت أنا 41 دولة في العالم ما شاء الله. لكن إذا توفرت فينا كسودانيين 3 صفات. مخافة الله. حب الوطن. الشخص المناسب في المكان المناسب. دي توفرت فينا بنمشي نبقى دولة عظمى. في زمن قليل. يعني انا دائما نحن يعني في خواتم حوارنا ده دائما انا يعني بقول لكل زول عنده مشروع ممكن يكون فيه حتى لو منفعه شخصيه او فرديه، لكن في النهايه الفائده هي قوميه قوميه يعني بحته، وبدعم كل الوطن الوطن. في الاخر انا بديك مساحه ترسل فيها رساله، واتمنى لك انه المشروع ده ينجح تماما ويلقى الحظ والقبول في الخرطوم. والله جزاك الله كل خير، وجزاكم الله خير لاستقبالنا في هذه البرنامج، ونحن جاهزين تحت خدمة هذا الوطن العظيم، تحت تصرفكم دائما. يا سلام. الله يحفظك. يا سلام. شكرا لك الباشا مهندس عماد الدين مدثر، المدير العام للمجموعة الأسبانية. مع تمنيات التوفيق لك وكل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا من خلال صباح الشروق. احنا متواصلين بالتاكيد من خلال فقراتنا الجميله لهذه الصباحات النديه. كونوا دائما حضور. فاصل ونعود.